كثيرا ما يحبب الله تبارك وتعالى إلينا بعض الصفات ببيان أنه تبارك وتعالى اتصف بها، ويحب المولى تبارك وتعالى من عباده أن يتصفوا بمقتضى صفاته، والعكس بالعكس، فكثيرا ما يبين الله تبارك وتعالى لنا أن الله يبغض صفات معينة فيحرمها على نفسه ويجعلها بيننا محرمة. وأمثلة الأولى ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. فبين أنه تبارك وتعالى جميل ويحب من عباده الجمال. وجاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وجاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني وغيره. ومن أمثلة ما بين لنا ربنا تبارك وتعالى من صفات يبغضها وبين أنه يبغضها إلى عباده ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هي محرما، فبغض إليهم الظلم ببيان أنه تبارك وتعالى حرمه على نفسه أولاً ثم حرمه بين عباده، ثم قال: فلا تظالموا.